ازدواجية هذا الطريق الوطني رقم 22 الذي يعتبر محور استراتيجي يربط ما بين مدينة تلمسان وتيرني بمسافة 13 كيلومتر وبمبلغ 1.5 مليار دينار، انتهت به الأشغال في نوفمبر في الفاتح من نوفمبر 2024 وبأجال قياسية 24 شهر، حيث انطلقت الأشغال في نوفمبر 2022. وهناك الشطر الثاني الذي دراسته الآن راهي جارية وعلى مشارف الانتهاء بمسافة 25 كيلومتر وبمبلغ قد يفوق 11 مليار دينار، يربط مدينة تيرني وسبدو ويكون بوابة للمناطق الجنوبية مثل بشار والنعامة.